البنات اليوم نوريكم كيفاش تصايبوا التقليه ديال العيد. الوغ كيف كتشوفوا فبدنا كتغسلوها مزيان مزيان، كتقطعوهم هكا طريقه. عندنا هنا الكرشه، عندنا هنايا اللحم كناخذو من الكشناب اللي كيكون بحال هكا طري زوين، عندنا الريه والكبده، وعندنا هنايا لا غورج دي قرجوطه. هذه الكرشه كتقطعوها حتى هي طبعا كتغسل مزيان كتقطع. دونك كنقطعوهم مزيان وندوزو لكم التوابل اللي غنديرو فيهم. الوغ هنا عندنا كناخذو كوكوط، طبعا طنجره الضغط باش كتسدو عليها، كديرو زيت العود، زيت زيتون، بصل احمر كتقطعو هكا، ثوم، فلفل اسود، جنجبيل، وبابريكا الفلفل الاحمر اللي هو التحميره، والكمون، وقزبر كارم القزبر اللي هو يابس طبعا مطحون، صافي، ملح طبعا ياك صافي. وهنا كنضيفو الربيع اللي فيه قزبر ومعدنوس، دونك كديرو هاد الخلطه كامله كتسدي على التقليه ولا العناصر اللي عندنا اللي وريتكم هنا. والكبده كنخليوها اخر حاجه لان الكبده ما كتاخذش بزاف الوقت في الطياب، دونك حتى كيطيب هذا الشيء كنرميوها هي في الاخر مع الزيتون اولا حامض مصير، هادشي غتشوفوه معايا. و كنضيفو معاها ممكن حتى لفت محكور، كيجي زوين وكيقلل من كياخذ من الجهد ديالها، ما كتبقاش تحسي بها غنمي فيها بزاف. الوغ هنا بعد ما كنديروا العناصر كامله كنخلطوها مع ديك التوابل اللي درنا وديك الشرميله، وكنمرقوها بواحد نص كاس ديال الماء صافي. كنسدو الكوكوط وكنديروها كطيب. الوغ هذه التقليه ديال العيد، يعني ديال الذبيحه كتكون باقا جديده باقا نقيه وفتيه، يعني ما كتاخذش الوقت ديال الطيب بزاف. ف كتراقبوها عندكم ميزانكم طبعا، كدوزو واحد شبونس نص ساعه 40 مينوت هكا كتراقبوها وكتشوفوها واش طابت. ومن بعد كتضيفوا الكبده، وغنضيفو حنايا لفت محفور، صراحه كيجي زوين في التقليه وكينقص الجهد ديالها، دونك جربوها باللفت محفور غتجي زوينه. دونك نديرها طيب وندوز نوريكم من بعد المراحل الاخرى. الوغ هنا كيف كتشوفوا فكيف ما قلت لكم كتراقبوها حتى كتلقاوها طابت صافي. من بعد كتضيفوا اللفت محفور بهذه الطريقه هذه، منقي ونقطع هكا دويرات صغار، والزيتون الاخضر اولا ديال الدار الاحمر، والحامض المصير وكتعاودي تسدي عليها، والكبده طبعا كتعاودي تسدي عليها الكبده حتى الاخر، وكتعاودي تسدي عليها واحد شويه تيطيب داك اللفت. من بعد كدير الكبده وصافي كتقتل معايا. هذا هو الشكل النهائي ديال التقليه اللي صوبنا، كنتمنى تجربوها بصحه وراحه.